وكما تمنيناها، ليلى بلون تيشيرت النادي الاهلي. استطاع رجال الكره الطائره خلاص بقى، يعني الواحد بدا ياخد نفسه الحقيقه، لانه احنا كنا في الماتش انا وضيوفي منفعلين جدا جدا، خاصه في الاول وبالاخص كمان التاني. ودلوقتي خلاص الحمد لله بقى واقع مكسب، حاجه تفرح رجال الكره الطائره للمره الرابعه على التوالي، الفوز ببطوله الدوري العام مره 33 في تاريخهم. ان شاء الله كاس مصر باذن الله مش هنتهاون فيه، واكيد هيحققوا البطوله. اجي طبعا لضيوفي الكابتن ممدوح، يعني تاني هدينا بقى يا كابتن، والفرحه كانت يعني بزياده زي ما بيقول. فرحه غامره طبعا، الحمد لله والشكر لله. انا النادي الاهلي للكره الطايره بيسطر التاريخ طبعا، بمناسبه تهنئه كابتن محمود الخطيب. الناس كلها ما تعرفش الجانب الانساني للكابتن محمود الخطيب. انا عن الملف الشخصي بتاعي، كابتن محمود الخطيب وقف جنبي في ثلاث مواقف لن انساهم، منهم جالي انزلاق غضروفي في البطوله العربيه في الاردن، اما رجعت كان كابتن محمود الخطيب بيتعالج في المانيا من نفس الاصابه، اما رجع كنت بتعالج في غرفه الكوره بجنبي الكابتن محمود الخطيب على نفس السرير. دخل للدكتور حسين شاكر قال له جلسات عملتها في المانيا بهذه الطريقه، وعمل لي الجلسه بايده زي ما عملها في المانيا. ده موقف. الموقف الثاني بعد ماتش الاعتزال، كنا لعبت الكوره والباسكت والهاندبول والفولي، بيلعبوا خماسي في كره القدم بعد في ثلاث ايام في الاسبوع بعد صلاه العصر في ملعب الكره اللي في النادي الاهلي اللي مقرب للنادي الاهلي. فكنا بنلعب مع بعض، فاول ما شافني سال عليا اخبارك ايه دلوقتي عامل ايه؟ قلت له انا جاي لي عقد في دوله خارجيه كمدرب، بس المشكله عندي ان انا ما بعرفش اخد اجازه، والشركه عندي منعة ان انا اخد اجازه بدون ذكر اسامي شركات. بدون ذكر اسامي، انا طبعا مقدر الموقف. فقال لي فين؟ قلت له في الشركة الفلانية. قال لي بكرة أجي معاك. فعلا وراح معاك. أنا كابتن محمود الخطيب هيجي معايا؟ فمش مصدق نفسي. قال لي طب خلاص تعالى بكرة. رحت له مكتب الأهرام، فكلم رئيس مجلس إدارة وبعت الفاكس بنفسه لرئيس مجلس إدارة. رحت أكني كلمة السر محمود الخطيب اتفتحت لي الأبواب طبعاً. وخلصت الأجازة طبعاً. دي في خلال تلت ساعة. قبول والحب. الموقف الثالث في ماتش اعتزالي، لقيته جايب لي شيكين من اكبر شركات اعلانات في مصر، وبيقول لي دول هديه النادي الاهلي. فعلا انا يعني اول مره اذكر الكلام ده، بس حبيت ان هو بعد التهنئه اللي قدمها ودعمه المعنوي والفني. عمره ما كان كابتن محمود على اللعب الصراحه، حقيقه بنشكره، وبنشكر رجال النادي الاهلي على المكسب والفرحه اللي هم ادوهولنا، والجماهير والسوشيال ميديا اللي هم انا ما شفتش في حياتي فرقه خسرت ماتش الجماهير كلها بتساندها وبتقول لهم احنا واثقين فيكم. فبعد الماتش انا يعني شفت وبلف على المواقع، لقيت فعلا مسانده الجماهير لفريق الكره الطايره، لان فعلا فريق الكره الطايره بتفرح جماهيرها دايما، اما بيقعوا الجماهير بتقف في ظهره. دعم دعم دعم. فالحمد لله بنشكر كل الجماهير، اعضاء مجلس اداره اللي كانوا موجودين النهارده، عبد القادر بكلمته النهارده. فبالتوفيق في الكاس عشان ننهي الموسم ببطولتين ان شاء الله.